خطير، إسبانيا توجه صواريخها نحو الأراضي المغربية. كشف موقع فوز بوبولي الإسباني أن الجيش الإسباني نشر بطارية صواريخ مضادة للسفن من طراز هاربون الأمريكي نحو المغرب. وأوضح الموقع أن البطاريات المضادة للصواريخ تم توجيهها ناحية الجزر الجعفرية المغربية المحتلة، مما يفيد أن الصلح بين البلدين لا يزال بعيدا. وكشفت التقارير الإسبانية أن هذا القرار الإسباني يأتي بعد أسابيع من إقامة المغرب مزرعة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية بالبحر الأبيض المتوسط. وفي يوليوز الماضي عين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خوسيه مانويل ألباريس وزيرا للخارجية بدلا من أرتشا غونزاليس لايا لتحسين العلاقات مع المغرب وتدبير ملفات دبلوماسية أخرى، إلى أن كل ذلك لم يتجه في طريق الصلح. نشكركم على حسن المتابعة.